يعني مهم جدا حضرتك طبعا بتطمننا. حابين نعرف منك يا دكتور، فتره حضانه الفيروس ايرس من المتحور هتبقى تقريبا او بتبقى كام يوم؟ ما انا قلت لحضرتك ممكن تقعد 3 4 ايام، ولكن هي النقطه المهمه هنا ان ممكن واحد يجيله الفيروس ياخد الفيروس وما يجيلوش اعراض، وده ظاهره في مش بس في الفيروسات، في بعض انواع البكتيريا اللي احنا هو في انفكشن وفي ديزيز. انفكشن اللي هو العدوى، وفي المرض. ليس بالضروره ان كل واحد ياخد الفيروس يجيله مرض، فهو ممكن يبقى حاضن لهذا الفيروس ويكح او يعطس او في اي عرض يعني نستفيد. فاذا كلنا نتبع اساليب الوقايه، بلاش يعني ان الواحد يعني يعطس او يكح او الاحضان او القنبلات، كل دي نقلل منها شويه عشان نقلل اي احتماليه لانتشار هذا الفيروس. وما زال وباكد تاني، ليس هناك حتى هذه اللحظه اي خطوره ابدا، متابعين ومراقبين، الادويه متوفره. عظيم. الحمد لله متوفرين، المستشفيات موجوده، وما حصلش ابدا اي حال من هذا النوع احتاجت مستشفيات او احتاجت رعايه مركزه او كده.